السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معانا فيديو هاند بلندر، الترس مكسور طبعا، في وش خارجي زي ما احنا شايفين بنطلعه، وهنفك 2 مسمار، وهنيجي بحاجة رفيعة زي ما احنا شايفين نظام كبس زي ما احنا شايفين، الوقت بيطلع معانا بكل سهولة. والغطا اللي ورا بيدخل بيه الاتنين اللي كابس على السلك احنا شايفينه مع بعض. طبعا كده فك معانا دوت الترس القديم سايح. احنا طبعا بنجيب شبيه ليه او واحد زيه، في انواع كتيرة في السوق، بنحاول نوفق الاوضاع على قد ما نقدر. هندخله ونسند بصابعنا من تحت وندق عليه بنروح لعند لما ينزل في المجرى بتاعه. بعد ما نزل معانا كويس هنقفل مع بعض. هنظبط اسلاكنا تاني، كل سلك ليه مجرى خاص بيه وليه مكان خاص بيه. هنركب الغطا اللي ورا ليه مجرى يقفل على السلك. في سوستة هنطلعها، سوستة بتركب على الزرار، ونضغط كبس زي ما احنا شايفين كبس معانا تمام. ونيجي نربط المسمارين بتوعنا زي ما بندي المعلومة بفضل الله، ما بنبخلش على أي حد. نرجو من سيادتكم الدعم والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وهنيجي نجرب زي ما احنا شايفين، نربط الذراع بتاعنا زي ما احنا شايفين شغال كويس جدا. طبعا العملية مش كلفت معانا كتير، تمن الترس تمنه بسيط جدا، وانت ممكن تعمله في المنزل مفيش اي مشكلة. اي فني او اي واحد في المنزل يشتغل ويعمل ويصلح بيده. لا تنسوا الدعم والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.